السلام عليكم، أنا سامر أصيل من سوريا. اليوم في درس جديد عن ديلفي، رح نعالج قضية. الغاية مو القضية نفسها، الغاية هو أسلوب المعالجة. رح نشتغل في موضوع الـ SQL، العبارة الـ WHERE اللي في الـ SELECT. الدرس ما كتير انا حضرت له، مجرد عملت نافذة حتى عملت بيئة نشتغل عليها، يعني مثال ونشتغل عليه. مثالنا هو موجود في كل البرامج تقريبا نفس الشيء، هو عبارة عن جريد وفي داتا موجودة، وفي عندي جزء صغير من النافذة عادة بيكون هو البحث، هو فلتر صغير للداتا. هالمرة نحن مستعملين الفاير داك، ما كتير مشكلة، كله نفس الموضوع. بالنسبة لل SQL الموجود حاليا هو select، عم ناخذ الداتا اللي موجودة في التيبل اللي هو users. اللي رح نشتغل عليه هو انه رح نضيف نحن هون عبارة where ونحط الشروط بناء على الموجودين، بناء على ادخال اليوزر في الحقول اللي هي الفيرست نيم واللاست نيم والبيت. طبعا هذا المثال انا عملته على السريع. داتا هي مايكروسوفت اس كيو ال، تيبل صغير هيك على السريع، ما في شيء خاص، الكود فاضي، ما في شيء ابدا، يعني ما في شيء موجود فاضي. وراح نشتغل على هدول. مثل ما قلت لكم هلا، ممكن تكون هي الاساس هو ما هو الفكره في القضيه نفسها اللي عم نشتغل عليها، هي الفكره في الاسلوب العمل. فممكن يكون في حالات الحل اللي او الاسلوب اللي اشتغلنا عليها رح نشتغل عليه ممكن يكون هو افضل الحالات، ممكن يكون لا هو ما هو افضل الحالات، في شيء احسن، في شيء اسهل، في شيء افضل، حسب الحاله وحسب البرنامج اللي عم نشتغل عليه وحسب الوضع البرنامج اللي بحط فيه اليوزر. فاللي بيهمني بالموضوع هو الاسلوب فقط، الآلية والاسلوب اللي عم نشتغل عليه، ما بيهمني القضية نفسها. يعني ممكن حدا يضيف تعليق يقول انه في حل تاني اسرع، انا ما عم بحل القضية نفسها، انا ما عم بشتغل فيها، انا عم بشتغل على الحل باسلوب الحل. فممكن يكون في حلول افضل، ممكن يكون في شيء اسهل، ممكن ما بيهمني القضية نفسها، ما بيهمني انه شلون تعمل وير، انا ما بدرسك شلون تعمل عبارة الوير في قلب الـ SQL، انا اللي عم اشتغل عليه هو الاسلوب نفسه. فالشيء الثاني، انا مالي محضر للدرس غير هذا الموضوع، في عندي فكرة بسيطة عن العمل اللي رح اشتغل عليه، مالي محضر غير الشاشة هذه والنافذة فقط هدول. فممكن يطلع معنا اخطاء ونحن عم نشتغل، ممكن اقع في خطا او ممكن انسى شيء او ممكن يكون في عندي باج طبيعي، لكن فضلت يكون موجودين ما احضره حتى نستفيد، يعني اذا طلع باج او طلع مشكله او طلع شيء فنشتغل عليها مع بعض. فنباشر اللي راح نشتغل عليه انه اليوزر راح ممكن يحط نص في واحد من هالحقول او يحط نص في كل الحقول، ينفذ ابلاي، فالمفروض تتعدل الـ SQL الـ Property SQL في الـ Query ويرجع يشتغل مرة ثانية وتتفلتر القيم الموجودة هون. هي القضية اللي عنا نحن نشتغل عليها. طبعا اليوزر حر يضيف القيم اللي بده إياها في الحقول، يعني ممكن يترك شيء فاضي، ممكن يترك شيء، ممكن يكتب مثلا Last Name فقط، ممكن يكتب أي شيء. فاليوزر حر في إنه يدخل القيم الموجودة هون، ما هو مشروط عليه إنه يدخل كل القيم. بعد equals apply filter، طبعا هو بالبرنامج العادي بيكون هي اسمها search او find او هاللي هو. فنروح للكود تبعنا ونشوف شلون رح نشتغل هذا الموضوع. الكود ما في شيء نهائيا، يعني حتى ما في يونت تانية. اللي رح نشتغل عليه الطريقة. هلا بالعادة انا بتكون في عندي هيك حالة وفي عندي تكرار في البرنامج، يعني البرنامج ممكن يكون ما هو جدول واحد، ممكن يكون فيه جداول كتير. فيفضل يكون في عندي آلية تشتغل هالموضوع هذا، وبرنامجي فقط يطلب من هالآلية هاي النتيجة.
يعني انا ما بفضل يكون داخل النافذه تبعتي الرئيسيه او النافذه اللي عم اشتغل عليها يكون داخل مثلا البروسيجر الكليك تبع هذا الزر يكون في عندي كود معقد هون حتى يدرس الحالات الحقل الاول والحقل الثاني وقد تكون الحقول 10 حقول. فما بفضل يكون الكود هون معقد، على الاقل يكون في بروسيجر او يكون في عندي يونت ثانيه بتشيل هالكود اللي عمليا هو ما له علاقه كثير في البرنامج. عفوا، يعني الآلية اللي راح تركب عبارة الوير، خلينا نفتح نوت باد ناخذ تصور هيك صغير عن اللي راح يصير. هي العبارة هي select star from users table. البرنامج راح يركب العبارة هي اللي هي وير، لنفرض first name like، طبعا هي راح تكون بهذا الشكل، لنفرض حط بهذا. المفروض الكليك اذا عملنا كليك تنضاف هالعباره هي اذا كان اليوزر حط بالفيرست نيم، واذا كان في شيء قيمه موجوده في اللاست نيم، يعني اند مثلا لاست نيم لايك القيمه اللي هو هاي العبارة المفروض يركبها البرنامج. هلا إذا طلعنا عليها شوي، هي عبارة عن كلمة وير زائد أول فلتر، أول عنصر من الفلتر وتاني عنصر من الفلتر، وبيناتهم في أند. يعني هذا العنصر الثاني ممكن يكون بدل لايك، ممكن يكون إيكوال، ممكن يكون أكبر أصغر، اللي هو يعني ما هو شرط، يعني إحنا ما هو في صدد ال نحن ما هو بصدد الكويري نفسه، نحن بصدد التركيب، فما في مشكلة يعني. لكن عادة بتكون في عندي بحث بيكون في لايك أكثر الأحيان. المهم هي عبارة عن جزء تاني، العنصر التاني اللي هو حقل الجزء التاني والجزء الأول هذا هو. فشكل الجزء هو عبارة عن فلتر، هو بيجي الفلتر اللي هو حقل، بعدين تيجي عندي operation، وبعدين في عندي الفاليو. الفاليو القيمة اللي راح تكون بالحقل ويطبق عليها الاوبريشن اللي هو حاليا هو لايك. بين العنصر الاول للفلتر وبين العنصر الثاني للفلتر، هذا العنصر الاول للفلتر والعنصر الثاني، في بيناتهم اند اوبريشن ثاني. فخلينا نسمي هاي مثلا مين اوبريشن، هو المعامل الاساسي، واللي عندي الاوبريشن الداخلي اللي هو ضمن العنصر اللي هو ضمن الجزء، فهو ممكن يكون في عندي عنصر ثالث او ممكن يكون في عندي اوبريشن ثالث مين اوبريشن لنفرض اور مثلا. وبيجي عندي هون الحقل اللي هو بيرسيل مثلا ايكوال تساوي اللي هو، فممكن يكون بهذا الشكل. برجع بنقول في عندي ثلاث، انا شايف الكود او شايف الكويري بهذا الشكل، في عندي وير وفي عندي فيرست اليمنت هذا هو، وفي عندي سكند اليمنت او العنصر الثاني العنصر الثالث وهكذا، وبيناتهم في عندي اوبريشن. كل عنصر من هدول هو عباره عن فيلد اوبريشن وفاليو. فهي التركيبه. لكن تسهيلا للموضوع، اذا ردنا نعمل شغله ثانيه، اذا ردنا نقول الاند مع، خلينا والله يمكن اذا حطينا الاند مع الاليمنت الثاني مع العنصر الثاني وعملنا بهالشكل، مثلا عندي كمان اند بيصير ايكوال تو مثلا هذا الشكل. فاذا كانت الاند هي اللي محطوطه هون حطيتها مع العنصر الثاني ونفس الموضوع مع العنصر الثالث، فالعنصر الأول ما له مين أوبريشن وممكن يكون الأوبريشن ولا شيء فراغ. فبعالج هذا الموضوع أسهل ما إني أبحث عنه. لكن ممكن إنك تيجي تعمل العنصر الأول والعنصر الثاني وتحط بيناتهم المين أوبريشن وتشتغل على هذا الموضوع.
لكن انا يعني اشوف انه هيك شوي اريح، انه انا عندي الوير عباره عن كلمه وير، وفي عندي العنصر الاول، العنصر الثاني، العنصر الثالث، كل عنصر بيبتدي باوبريشن كبير اللي هو المين اوبريشن، كل واحد بيبدا بمين اوبريشن عدا اول عنصر المين اوبريشن تبعته هي امتي سترينج. فيعني انا شايف بهذا الحكي بهذا الشكل يمكن شوي يمكن اريح بالشغل اذا اعتبرتهم بهذا الاسلوب. ممكن انك تعتبر بيناتهم هو مين اوبريشن وكل واحدة مستقلة عن الثانية حسب ما نشتغل عليها، لكن انا هلا راح اشتغل بهذا الشكل، اظن هيك اريح يعني بحكم تعاملي مع السترينج، فاعتقد انه هيك اريح. طيب اخذنا فكرة عن اللي راح نعمله نحن، هو بس برنامجنا باختصار هو راح يضيف هالعبارة هي بناء على ادخالات اليوزر في الحقول فقط، هاي هي هذا المطلوب، هاي هي القضية اللي راح نشتغل عليها. فما في داعي هلا لهذا، خلصنا منه ونجي لهم. رجع للكود، قلت انا ما بفضل كتير يكون الكود اللي هو اللي ما له علاقة في طبيعة البرنامج يكون في قلب ال بقلب الزرار، بقلب البروسيجرات، الزرار بكليكات، بيكون هذا عادة بفضل يكون يا اما بروسيجر لحاله مستقل او في عندي يونت بيحتوي هالاشياء هاي. بيضل الكود في البداية هون نضيف وما فيه كتير مشاكل، واذا انا قريته فبيكفي اسم الفانكشن بدون ما ادخل في التفاصيل تبعته، يعني مجرد انه هذا الزر بيعمل فلتر للكويري بكفيني وقت اللي براجع الدرس، براجع عفوا براجع البرنامج او بيكون في عندي مشكلة وانا عم بقرا الكود مره تانية، فما بيهمني هو شلون عم بيعالج الموضوع، بيهمني فقط انه هو هون عم بفلتر. الا اذا كانت المشكله في الفلتره فانا بروح للجزئيه او البروسيجر اللي عليه مشكله. فبيضل الكود نضيفه ما فيه كتير مشاكل، يعني ما فيه ادخالات كتير او ما فيه معالجات كتيره في مكان واحد. فهي هي الفكره، فلذلك انا راح ابدا اعمل يونت جديد ونشوف نحن شلون راح نشتغل عليه. نيو يونت جديد، طبعا انا بشتغل في سي ال للمعلومه، نفس الحكي من طبع الاف ام اكس الفاير مانكي نفس الموضوع. صار هلا عندي يونت جديد فخلينا نسميه. الحقيقه اللي عم يخطر في بالي انه انا اعمل تايب، اعمل كلاس واطلب من هذه الكلاس اعطيه القيم وهو يعطيني الفلتر. فراح اسمي مبدئيا الكلاس او راح اسمي هلا اليونت نعطيه اسم فلتر واسميه ماي فلتر مبدئيا، يعني ماي فلتر ماي وير فلتر ماي فلتر خلاص. هاي فلتر ف هلا هون اللي راح نشتغل عليه هو نعمل تايب العنصر طبعا اللي راح نسميه ان ماي فلتر هذا هو. هو كلاس ما في داعي نشتق من شيء تاني ابدا، يعني ما في داعي يكون مشتق من شيء لانه هو ما في داعي، يعني هو اساسا مو مبني على شيء ف ما في داعي ناخذ من شيء تاني ابدا. هذا الكلاس اللي المفروض يرجع لي النتيجة، النتيجة راح ترجع، ممكن نراجع بالبروبرتي، ممكن نراجع ب خلينا نقول بفانكشن. مبدئيا get where string ما بدها get خلاص ويرسينج فانكشن اسمه ويرسينج راح يعطيني السترينج النهائي اللي راح يطلع، وهذا راح يكون عبارة عن النتيجة تبعته هو عبارة عن سترينج كنترول
وشيفت وسي لحاله راح يعمل الفانكشن، راح يعمل الفانكشن لحاله مبدئيا، مبدئيا فقط مبدئيا result equal to empty string. مبدئيا هذا الفانكشن راح يرجع y empty string ما عجبتك empty string. هذا ما في يوز للموضوع sys utilities. مبدئيا هذا الفانكشن اللي هو where string اللي المفروض يرجع من الاوبجكت مبدئيا هو راح يرجع لصفر. هلا اذا رجعنا فكرنا شوي في الموضوع، نحن قلنا في عندي العباره نفسها وهو الماي فلتر راح يرجع لي اياها لعبارة الوير، وفي عندي العناصر، ففي لازم يكون في عندي اوبجكت يشيل العنصر المفرد لحاله يتعالجه لوحده ويشتغل فيه، وبعدين يسلمه للماي فلتر اللي هو الاوبجكت الاساسي تبعنا. فلازم يكون في عندي شيء يشيل الاليمنت الواحد، فخلينا نسميه تي اليمنت ان شاء الله كتبته صح كلاس، وهذا الكلاس اللي راح يشيل العنصر. فالمواصفات اللي فيه public لازم يرجع لي القيمة الاليمنت نفسه، الاليمنت العبارة هي نفسها الصغيرة اللي هي field operation value اللي هي مثلا first name like value راح تطلع، فبس العبارة الواحدة هي الصغيرة لازم يرجعها. فهالمرة انا راح استعمل property لانه من شوي نحن تحكينا عن هذا انه ممكن تستعمل property ممكن تستعمل function، فهالمرة انا راح استعمل property on all property القيمة اللي هي خلينا نسميه element باختصار string element string. القيمة هاي هي string نعمل read من f element string write من f element f l هي الـ property هيك بتنكتب. لكن الحالة اللي عندنا نحن انه انا دائما بعمل read للقيمة، دائما باخذ قيمة الـ property، ما في عندي ولا حالة انه انا اكتب قيمة الـ property، يعني باعتبار هذا الـ object اللي هو t element اللي راح يجيب راح ياخذ القيم الحقول وهذول ويطلع لي الـ string الصغير الـ element الواحد اللي هو field name يساوي كذا او field name operation للـ value. فهي القيمة ما أنا بكتبها هو بيستنتجها، فما عندي ولا حال إنه أستنتجها، فما في داعي إنه أكتب write، بكفي أعمل read. هلا بالنسبة لل f هي قيمة، هي عادة بنكتب ال property بنكتب اسم ال property بنحط f للقيمة لاسم المتحول أو اسم ال instance اللي راح يشيل القيمة الداخلية للمتحول لل property هاي. باعتبار انا عندي استنتاج فما بلزمني قيمه داخليه احط فيها، انا بهمني هون يكون في فانكشن، لانه انا اذا عملت كنترول شيفت سي راح اشوف انه هو لحاله حط قيمه، حط متحول اسمه اف اليمنت، هو بالعاده بتبدا اف، هيك العاده كل البروبرتي القيم المتحولات الداخليه بتكون اف للبروبرتي حصرا فبتبدا اف، فهو حط لي الاف لحاله والسترينج وانا ما عندي رايت، فما بتلزمني الرايت فمعتمد بس على الريد. بحالتنا نحن هو عبارة عن القيمة اللي راح تطلع هي ما قيمة راح يخزنها فقط، يعني ما هي مثلا طول مستطيل نقول لحالي سجلت القيمة أو قرأت القيمة، ما هي استنتاجية يعني ما في استنتاج، فلازم يكون هو function، فهون لازم يكون get، وهذا ما في داعي له، القيمة اللي أعطاني إياها element ما في داعي له، فهي لازم تكون get، لازم يكون في عندي function يولد القيمة. القيمة مو بس راح تتسجل وانتهت القصة. فكنترول شيفت سي صار في عندي الفانكشن موجود، هذا هو هذا الفانكشن اللي راح يطالع قيمة الاليمنت ويشتغل عليها. ف مبدئيا كمان
راح نرجع القيمه اللي هي empty string. السبب انه انا لسه ما كملت عندي العناصر، فمبدئيا راح ارجع نص فاضي. نكمل هون. هلا هذا الاليمنت لازم انا امرر له قيم، لازم امرر له قيمه اسم الحقل، لازم امرر له الاوبريشن، لازم امرر له الفاليو. فحتى تمر لازمني هون فانكشن، او لازمني قيم احط فيها هالمعلومات هاي. ف خلينا نقول public، او ممكن نعمل شغله، او لازم يكون في عندي بالاول، لازم يكون في عندي private، لازم يكون في عندي قيم داخليه موجوده واللي هي عفوا مضبوط private. هون في عندي public، صح انا ما كنت شايف البابليك. بالبرايفت لازم يكون في عندي شيء اسمه فيلد، فيلد نيم اسم الحقل، هو من نوع string. هلا بعمل له بس قيم، احط له محولات جوا حتى يشيل القيم اللي بدي يبني عليها السترينج، يبني عليها الاليمنت. لازم يكون في عندي شيء اسمه operation، هي من نوع string. لازم يكون في عندي value، القيمة اللي عم تطلع string. هلا حتى ننهي هذا الموضوع، والاسهل لنا، الاسهل انه وقت اللي بنعمل كرييت لهذا الاوبجكت، فانا امرر القيم اسهل ما انه اعمل له كرييت وبعدين احط له المتحولات تبعته قيم ونعبيهم. فالافضل انه انا اعمل كونستراكشر، هاي هي. ففي عندي كرييت، في عندي اونر، هذا الحكي كله ما بزني. هذا كله ما بزن، ما بزني اونر لانه هو موتي، يعني ما هو من كومبوننت حتى نشتغل عليه. فهل كريت لازم امرر له القيمة الاولى اللي هي فيلد، ولازمني operation، ولازمني value. انا هذول لازم امررهم، هالقيم هذول اللي من نوع string. بس ناخذهم نجيبهم لتحت. ما عندي انهرتت لانه انا ما لي عمل ما في اكستند من شيء، يعني الاوبجكت ما هو مشتق من شيء، يعني هو مجرد كلاس ما في شيء، فما في داعي انهرتت لشيء. تمام، ممكن نعمل كنترول اف 9 نتاكد نحن انه ما عندنا ايرور. ما عندنا ايرور، امور سليمه. طيب هلا المفروض انا اشيل القيم اللي عندي. هلا في عندي اول شيء في الاوبجكت نفسه، في عندي فيلد نيم لازم يساوي الحقل اللي هو الفيلد، القيمه اللي داخله من البارامتر تبع الكرييت. فالاوبر هو الاوبريشن عفوا لازم تساوي الاوبر، والقيمه الثالثه اللي هي الفاليو. هلا هون الفاليو هي اللي راح تعمل علينا مشكله، بس خلينا نغير اسمها لأن ما بريد تكون الأسماء متشابهة، لأنه ممكن تختلط عليك أنت عم تقرأ، ممكن الكومبايلر يحل المشكلة تماما ويشتغل عليها ما في مشكلة. فأنا راح أسميها A value. A value هو في بالعادة إذا أنت بتقرأ الكود، كود للعناصر المكتوبة، أو بتقرأ الكود السورس اللي موجود مع الديلفي، فبتلاقي انهم مستعملوا، اذا مرت الحاله هي بتلاقيهم مستعملين بهالشكل هذا، مسمي اي فيلد، اي فيلد نيم، اي اوبريشن، ومستعمله بهذا الشكل. ما في مشكله، يعني كل الامور شغاله. بيعطيني ايرور هون لانه القيمه اللي بالتعريف ما هي موجوده. تمام هيك. المهم مجرد ما صار في كريات فهو راح يشيل القيم هذول ويحطهم محلاتهم. تمام، هلا تقريبا نحن
حطينا القيم. في حال الـ property للـ element إذا انطلبت الـ get element، فالـ get element مفروض إنه تركب العبارة واللي هي الـ result. هلا هون إحنا عنا إياها empty، ما لازم تكون empty، هي لازم تكون هي عبارة field name جنب الـ operation جنب الـ value. طبعا بالعادة بشوف الناس بتكتب field، مثلا بتكتب field name زائد بتعمل فراغ، بتعمل كذا، بترجع بتعمل زائد، بترجع بتكتب مثلا operation، بتعمل زائد، عفوا بتعمل بتكتب بهذا الشكل. في طريقة أسهل من هيك وأفضل وأريح مليون مرة، وخاصة إذا كان النص كثير كبير، فهي إنك تستعمل فورمات. فورمات بتحط النص المطلوب، بتحط القيم اللي راح تنزل، وهي لحالها بترجع العبارة المطلوبة. هو أول شيء الفيلد نيم، بعدين في عندي فيلد، عندي الأوبريشن، بعدين في عندي إشارات الكوتيشن، جوا في عندي القيمة الثالثة اللي هي الفاليو. بس حتى نكتب نذكركم شلون كان الشكل. هو كانت الفيرست نيم، فيرست نيم لايك، كانت بهذا الشكل اذا بتتذكروا، والقيمة قلنا مثلا زيرو. هاي هي العبارة اللي كنا رح نشتغل عليها نحن، واللي نحن بدنا اياها تتولد. فهي الفيرست نيم هي اول وحدة اللي هي كان هاي، رح يكون تنزل بدالها بالمية اس، واللايك رح تنزل بدالها بالمية اس. طبعا ما بصدد كثير شرح الفورمات، ما بدنا كثير نبعد عن الفكرة اللي عم نشتغل عليها، فممكن انك تراجع الموضوع. في حال احنا بدنا نشتغل للسترينج، فلازم تكون هاي دبل كوتيشن حتى يميزها هاي وهاي، وهي لازم تكون مرتين حتى سترينج ياخذها واحدة، وبقية الفاليو اللي جوا اللي هي راح تكون بالمية اس. فهي العبارة اللي لازم تنزل هون. هي العبارة. هلا هون بنحط القيمة اللي هي أول وحدة راح تتبدل بشيء اسمه field name، وبعدين في عندي شيء اسمه operation، وبعدها بتجي عندي ال value. الريزلت راح يكون بهذا الشكل. شيء مشكلة؟ ما عندي مشكلة. طيب هلا مبدئيا نحن رح نعمل تيست بس فقط للإليمنت، تيست صغير للإليمنت رح نجربه ونرجع نكمل في الماي فلتر. نحن اشتغلنا في الإليمنت، يفترض انه يكون انتهينا منه، يفترض يعني. هلا انا بس في عندي ملاحظة صغيرة، هلا برجع لها ملاحظة صغيرة بالنسبة للفاليو، نوع الفاليو، لكن مبدئيا بس نتأكد ان امورنا نحن تمام. رح نشتغل على نفس الزر، ناخذ الدبل كليك عند الفلتر، رح اعمل كرييت انا لإليمنت ونجرب فيه شوي. اول شيء لازم اعمل يوز لانه اليونت جديد فما رح يشوفه هذا اليونت. رح اخذ متحول يسميه اي، هو من نوع تي إليمنت، هو من نوع ليش ما اوكي ما بعرف ليش هذا الاليمنت لازم يصير في عفوا الاليمنت هو اساسا في شيء موجود اسمه اليمنت، فانا بس اغير اسمه، راح نسميه بس نغير اسمه لانه ما بيصير يكون هو اسمه element، لانه في شيء اسمه element اساسا. فاسمحوا لنا نغير بس الاسم element، بس راح اسميه filter element. هيك احسن.
اعتقد في شيء اسمه element، اعتقد بتذكر انه في شيء اسمه element، فلذلك يعني بتطلع filter filter element element filter. لا ما بعرف ليش ما بشوفها. create مشكلتك وين المشكلة عندنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هاي الـ implementation ما هون، أنا حطيت الـ type تحت الـ implementation. عفوا آسف جدا على هذا الخطأ، يعني ما عرفت شلون مرينا عليه. المهم الـ type عادة بتكون بعد الـ use قبل الـ implementation، الـ implementation بعدها بيكون، احنا حطيناهم بالعكس. ف نعتذر جدا. يفترض هلا يكون تي فلتر اليمنت هلا تمام. كرييت اول شيء راح يكون الفلتر، راح نسميه نحن هلا هون فيرست نيم. طبعا هي مجرد تجربه لذلك القيم راح ندخلها يدوي. فيرست نيم هذا اسم الحقل. بعدين في عندي الاوبريشن راح نسميها لايك وبعدها بتيجي عندي الفاليو، فالفاليو انا راح اسميه راح اكتبها هيك SASA مثلا. وهلا راح نقول له شو مسج اللي هو اسمه اي، راح نقول له الوير. طبعا باعتبار سترينج، باعتبار انه الفانكشن هو سترينج راح يرجع، فلازم يعطيني الوير سترينج. وير سترينج نتاكد من الفانكشن. المشكلة انه انا مالي حاطه في البابليك، حتى بابليك هاي المشكلة هون. فيفترض هلا انه هو اجينا ما مش عفوا element string. عفوا على كل حال صلحنا خطأ تاني. element string راح نمرر له هدول، المفروض يعطيني صيغة مقبولة كويسة تصلح انه تكون element في عنصر في where string. خلينا نشغل نشوف. طبعا هي بس تجربة ما هو اكثر. first name like حط هو هدول وحط القيم واعطيت الشكل ده تمام. الباقي موجود، لازم يكون في عندي اول شيء في عندي main operation لازم يكون في موجود، وفي عندي مشكله ثانيه موجوده هي في نوع الفاليو اذا كانت رقم، لانه انا لانه في عندي بالبيرس يير في عندي رقم، فلازم يكون في عندي حل لموضوع الانتجر. نرجع للكود ونضيف قبل الاليمنت، نحن اتفقنا انه نحط شيء اسمه main operation اللي هو main operation، هي كمان string. ونضيف هون عند الكرييت main اوبر، ونصلح هون main اوبر، ونضيف القيمة هون main operation تساوي main operation. صار في عندي main operation. طبعا عدا اول element في الفلتر، طبعا مو بالاليمنت هون، بالماي فلتر اول واحد اذا في شيء main operation فنحن بنحطه ولا شيء، بنحطه قبل عبارة where فبتنتهي القصة. حلينا موضوع main operation. المشكلة الثانية هي في موضوع الفاليو. الفاليو لازم يكون في عندي string هون، وممكن تكون انتجر، فبهالحالة هي انا ممكن يكون الستراكشر عندي فيها قيمتين. ممكن اعمل كرييت واحد تاني، يعني ممكن يكون في عندي فانكشن تاني هو كرييت، وفي الحل التاني اللي هو اعتقد الافضل حاليا
لأنه ممنوع ندخل في متاهة البروسيجرات والفونكشنات والأوفررايد والقصص هاي. فراح نعمل شغلة، نضيف شيء اسمه value type. هي لازم تكون تي type kind، مظبوط. اذا ضفنا هاد فنحن بنمرر الفانكشن وبنقول له نحن القيمه اللي مررنا لك اياها هي قيمتها كذا، فممكن تكون نقول له الكريت هي الفاليو تايب، راح نسميها اي فاليو تايب باعتبار صار في عندي فاليو تايب. اي فاليو تايب هي من نوع تي تايب كايند، والباقي كله سترينج. يعني عمليا انا اللي حمرره هو سترينج للفاليو، لكن بطلب منه انه يتعامل معه على اساس انه هي انتجر. طبيعي لانه اليوزر راح يدخل سترينج، يعني حتى لو سجل رقم فبالنهايه هو راح يدخل سترينج. مبدئيا ما لي شايف في مشكله في الموضوع، ممكن نعالجه بالصف. انا برجع بقول لكم انه هذا ما هو الحل الامثل، هو حل بس طرح مشكله ومعالجتها فقط، ما هو هيك. اللي بيهمنا هو الطريقه اكثر ما بيهمني النتيجة أو الحالات الشاذة يعني اللي راح تطلع. عفوا. أي value type هي من نوع T type kind. هون عندي value type. هلا بيكون احنا عملنا حطينا كل القيم اللازمة في المتحولات الداخلية، ونرجع لموضوع الاستنتاج. هذا الحكي صحيح هون في حال get element string، هذا الحكي صحيح 100% لما بيكون النص عندي اياها string الفاليو سترينج. لكن اذا كانت الفاليو عندي اياها انتجر فهون القصة. مبدئيا انا راح اوقف هذا الكود اللي هون ونجي لهون نعمل كيس. كيس للفاليو تايب، وهي الحالات اللي عندي اللي هي انتجر سترينج كاركتر فلوت موجودين كلياتهم. في حال كانت سترينج فهذا الحكي سليم 100% هون، فانا راح اخذ هاي ما في هاي صارت هون، فحروح لعند السترينج. حاليا انا ما راح اعالج اكثر من هاي، لاحظ هاي لونج سترينج وايد سترينج، هاي سترينج انا ما راح اعالج غير السترينج والانتجر. راح اترك الباقي لكم اذا حبيتوا تعالجون، يعني ما بيلزمني شيء تاني غير هيك. نجي لموضوع الانتجر. في حال الانتجر راح تكون شكل العبارة هو first name، أو مو first name هو first year، اللي هو first year راح يكون equal لقيمة، يعني راح تكون فيها مثلا كده. فما عندي quotation، راح تكون بهذا الشكل تماما. فراح نضيف الهاي ونعدلها، عمليا هي راح تصير بهذا الشكل فقط، والفاليو راح تنزل والاوبريشن راح تنزل. هاي اذا كانت رقم، اذا كانت انتجر. في عندي خط، في بس شغله اخيره انا راح اضيفها هون اللي هي اس ريزلت، مجرد للتاكيد انه انا القيم اللي راح تجي لعندي هي ولا شيء اذا كانت ولا وحده من هذول. وطبعا هي الحاله ما راح تمر، لكن مجرد احتياط. احيانا انا عادي بتكون في عندي كيس بهتم في موضوع الالس يكون موجود بكل الاحوال، يعني ممكن ما تحطه اذا حبيت، يعني اذا حبيت شوي الكود يكون شوي ابسط. حاليا على كل حال هي الطريقة. بتريدوا نعمل تجربة صغيرة، نرجع لهون نجرب. اول شيء في عندي صار ايرور هون، لازم يكون في عندي التايب اللي هي التايب كايند.
تأكد عفوا تأكد عفوا عفوا case type value تمام حطيت تمام التايب فاليو هي لازم يكون في عندي تايب كايند سترينج بالضبط في حال سترينج يعملها معاملة سترينج ليش في عندك ايرور incompatible type why type kind واحدة في عندي المين اوبريشن عفوا احنا ضفنا مين اوبريشن هون عفوا احنا نسينا هذا الموضوع المين اوبريشن راح نسميه حاليا اند مبدئيا ونرجع نصلح هون في عندي شغله انا هون ما ضفت المين اوبريشن يعني لازم تنضاف هي الدولار اس ولازم يكون في عندي شيء هون اسمه مين اوبريشن نتأكد الأمور تمام بالضبط طلعنا بالفاصلة ما عندي مشكلة في الكود هنيك الأمور تمام نشغل المفروض يعطيني and first name like ويحط الإشارات البلمية ويحط الكوتيشنات تمام باعتبار string هلا أنا رح أجرب أغير التايب في نفس المثال عفوا راح اجرب اغير التايب اعمله انتجر واشوف انه هو راح يعطيني اياها بالشكل الانتجر لازم تكون والله هو اعطاني اياها صح لكن القيم شوي شكلها ما هو منطقي لنفرض انه انا في عندي هون ايكول وفي عندي الرقم هون هو 1 من 3 اذا شغلنا المفروض في حالة الانتجر يعطيني فيلد يساوي مباشرة تمام اعطيت شكله صح 100% اذا كانت انتجر صارت صح اذا كانت string ملاحظة صغيرة أنا بحاول ما يكون شكله مثل الدرس يعني هو ما هو درس هو مجرد نقاش وحديث ومشاكل بتطلع بالشغل وأنا عم بشتغل فمالي محضرها قبل فعم بتطلع مشاكل وعم نحلها وأعتقد إنه هذا الموضوع بحد ذاته مفيد فطبيعي يعني شيء طبيعي يكون واحد عم يشتغل ويطلع له مشاكل ما هي من أول مرة رح تزبط وما لي ريد تكون شكلها درس تعليمي 100% يعني انه اعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك راح تمشي عم نحاول نشتغل مع بعض يعني ما هو اكثر من هيك خلصنا نحن موضوعنا اللي هو الاليمنت وصار يرجع لي قيمه في عندي موضوع الانتجر والسترينج في الفلوت في هدول حاليا انا ما بدي اعالجهم يعني بكفيني هدول التنتين ما نضيع وقت كثير فيهم يعني ممكن اذا بدنا نسوي الموضوع اكبر من هيك ممكن نعالجهم فنكتفي هون نرجع للماي فلتر الماي فلتر المفروض المفروض يشيل مجموعة من الاليمنتس فلازم يكون في عندي لازم يكون في عندي شيء يشيل هالمجموعة هاي حتى تنحمل بشيء اسمه element هاي لازم تكون عبارة عن array هي array مو بهذا الشكل إذا سمحت array of t filter element بهالحالة هي راح أحط أنا array أحط فيها كل العناصر وبعدين أجمعهم مع بعضهم وأتأكد من موضوع المين operation أول record أول عنصر وأطالع النتيجة فلازم يكون في عندي شيء يشيلها هلا العناصر هي راح تكون موجودة تمام لكن يلزمني شغله يلزمني اليه لاضيف العنصر للماي فلتر يعني البرنامج لازم وقت تشغل البرنامج لازم تعمل كرييت للماي فلتر اذا رجعنا لبرنامجنا في الكليك عند الكليك هون طبعا هدول التنتين ما راح يكونوا موجودين لانه احنا ما راح نتعامل على مستوى الاليمنت راح نتعامل على مستوى الفلتر
فهون لازم يكون في عندي شيء اسمه ماي فلتر، ولازم يكون هو من نوع فلتر. كتبه غلط انا فلتر، ماشي هيك. هو مكتوب صح لكن هو كده غلط. ماي فلتر هذا ماي فلتر تمام، هذا صح. وهي فلتر، فاللي راح نعمله انه راح يكون في عندي شيء اسمه هون، هنقول ماي فلتر تمام، لازم اعمل له كرييت لتي ماي فلتر. بعد ما اعمل كرييت لازم يكون في عندي ماي فلتر، لازم اضيف القيم، لازم يكون في عندي اد اليمنت، لازم يكون في عندي قيمه تضيف، لازم يكون في عندي شيء يضيف اليمنت في ال كتبت غلط. لازم يكون في عندي شيء آلية function أي شيء يضيف العنصر في الأري تبعته، لازم يحشرها، لازم يحطها جوا. فلازم يكون في عندي شيء اسمه add element، ولازم أمرر هون القيم اللي أجت من ال من الإدخال اليوزر، يعني لازم تكون بهذا الشكل. فنرجع للماي فلتر ونضيف public، لازم يكون public لانه احنا هنستعمله من برا. فلازم يكون في عندي procedure هو add element، ولازم امرر بقى القيم اللي هي main operation. main operation الاوبريشن الاساسي اللي راح يدخل، لازم نمرر الفيلد اللي راح يكون الاثنين، لازم يكون في عندي الاوبريشن الداخلية اللي راح تكون اوبريشن، لازم يكون في عندي الفاليو، مهم راح اسميها اي فاليو معلش، ولازم يكون في عندي التايب نسميه اي عفوا نسميه اي فاليو تايب. لازم يكون الفانكشن البروسيجر عندي هي بهذا الشكل. خلونا بس نحط القيم، نحط الانواع تي تايب كايند اللي هو تي تايب كايند، وفي عندي هذول كلهم راح يكونوا عباره عن سترينج. نرجع لهم هلا. هذا الاجراء في ماي فانكشن راح يسوي اول شغله راح يعمله، راح يولد بار اي من نوع تي فلتر اليمنت. اول شغله لازم يعمل كرييت للاليمنت، لازم يعمل كرييت للاليمنت تي فلتر اليمنت كرييت، يمرر القيم. وهون احنا هنمرر القيم كلها مباشره مثل ما هي، اوبريشن فيلد نيم اوبريشن، هاي القيم اللي مرت بالبارامترات البروسيجر نفسها، والفاليو اخر واحدة اللي هي فاليو تايب. انا عملت كرييت للاليمنت، في داعي اعمل فري خلينا هلا شوي نرجع لها. انا عملت الكرييت، هلا في عندي نرجع للاري تبعتنا، الاري اللي نشتغل عليها اللي هي اسمها سميناها elements. الاري هي elements، اريت الelements هالاري هي، لازم العنصر الاخير، العنصر الاخير لازم يساوي ايه طبعا. ما هي assign؟ ضروري تنتبه انه هي ما هي assign، هي equal. ف باعتبار هي الديناميك اري لازم تكبر، لازم نكبرها نوسعها شوي زيادة.
فناخد لينس تبعت الاليمنت. هذا الانس لازم يزيد واحد، صحيح؟ فنجي لهون نقول له set لينس لا element، القيمة اللي راح تنزل هي نفس الطول زائد واحد، وهيك بيكون احنا وسعنا الاري وحدة. شلون بدي اعرف اخر عنصر؟ اخر عنصر هو لازم يكون لينس element طول ناقص واحد. ليش زدنا واحد ونقصنا واحد؟ طيب خلينا نعمل تجربة صغيرة. إذا كان عدد العناصر هن ثلاثة، يعني لينس element equal لينس element راح ترجع لي ثلاثة. فأنا هلا بهالحالة هي بقول له set element set لينس طول element اللي هو حاليا ثلاثة. هلا حط لي اللينس تبعته هو 3 زائد 1 يعني يساويهم 4، فصارت 4. هلا العنصر الاخير رقمه، اذا انا بدي اشتغل عليه، العنصر الاخير هو ما هو 4، هو 3، لانه بدي من الصفر. فعد 0 1 2 3. فاذا كانت اللينس بعد تنفيذ السطر الاول اللي هو هذا، بعد تنفيذ هذا السطر رجع لي 4، فمعناتها 4 ناقص 1، فهي هيك صحيحه. انا في عندي غلط في الاواز، فهي هيك صحيحه، هيك رجعت لي على اخر عنصر موجود في الاليمنت. في داعي هون اخيرا اعمل فري بعد الكرييت؟ هو منطقيا يكون في عندك كرييت وتشتغل عليها وبعدين تعمل فري. السبب الاول انه انت عندك ايكوال هون، الايكوال معناته العنصر ما راح يتغير ولا راح يصير شيء. ما هي اسناد هون، انت عم تحكي عن اري، فانت بتحكي عن بونترات. فالعنصر اذا عملت له فري بعد ما تحطه في الاري فهو راح يختفي من الاري، راح يصير في عندك بوينتر بيأشر على اوبجكت ما هو موجود. فبدك تنتبه على القصة هي وحده. الشغله الثانيه هو الفري ما لازم يكون هون، الفري للعنصر هون. اذا انا راح اعمل فري للاليمنت هون، فمجرد ما انشأته وعبيت القيم وبعدين شلته فما هو طبيعي. وين رح نحن لازم نعمل فري للاوبجكت اللي هو element؟ لازم نعمل له فري بال constructor اللي هو destroy. في ال destroy الواحد هو عامل override، كمان ما في داعي يعمل override، يعني مش تعرف من شيء. يعني على كل حال هون لازم انا ادور على الحالة العناصر كلياتها واشيلها. فرح نقول فور، خلينا اي ماشي لينس element لطول الاليمنت يفرض 4 هلا هنن، تو هي داون تو صفر. هون بهالحالة هي راح أقول element i free element array. نرجع لهون، هلا صار في عندي آلية إنه إحنا إذا ضفنا القيم فراح تنضاف السلسلة موجودة. عمليا بعد فترة راح يكون السلسلة تعبت، ونرجع لنحن ميزاننا نشوف اللي راح يصير. اللي يصير إنه add element، هلا راح أضيف القيم. القيم اللي راح اضيفها اول شيء هي مين اوبريشن. مين اوبريشن في اول فلتر ما في داعي يكون في قيمه. الفلتر اللي راح نضيفه هو الفلتر الخاص بحقل الفيرست نيم. يعني انا لازم اعمل اد اليمنت هون لهي، واعمل اد اليمنت لهي، واد اليمنت لهي. فاول وحده هي هي. هلا المطلوب الفيلد نيم هو الفيرست نيم. الاوبريشن هي لايك، حاليا لايك هي انسب شيء حاليا في الموضوع. الفاليو هي قيمة الحقل اللي هو اعتقد انا سميته فيرست نيم ايديت تكست. والنوع اللي راح ينزل هو التايب كايند سترينج. هذا اول element نزل. ماي فلتر ات element رجعنا كتبناه بالمقلوب. سبحان الله. add element
المين اوبريشن في التاني هي لازم تكون اند، تمام؟ يعني هاي وهاي، هاي او هاي ما في مشكلة، انت شوف حالة البرنامج اللي عندك، لكن مبدئيا انا راح احط اند. الحقل التاني هو last name، last name بعد في عندي like الاوبريشن، last name edit text، والنوع هو string. الماي فلتر، الفلتر الثالث اللي هو راح يكون add element، راح يكون كمان end. طبعا احنا هون بالحالة فرضنا ان اليوزر راح يعبي كل القيل للحقول، يعني اللي هو بيرسير، ان شاء الله يكون كتبنا صح. هون لازم يكون equal، القيمة راح تكون بس edit طبعا text، انا راح امررها text لكن اتعامل معها integer، انا راح ابعت لك اياها text لكن انت اشتغل فيها integer. بالاخير بعد ما حطينا كل هالقيم راح نقول له filter where string، رجعت مبدئيا، مبدئيا راح نقول انه انا راح اعمل show message، ما راح ابعتها للكويري، اتاكد انه هي شغاله تمام او نشوفها بالاول. الباقي عندنا هو الوير سترينج، نحن بتذكر وحطيناه يرجع قيمه ولا شيء، هي هذا هو الوير سترينج، رجع لي قيمه فاضيه. فنحن هون لازم نعالج الموضوع، لازم نعمل حلقه ندور على العناصر نجمع سترينجات فور اي ان بلينس. لا من اول عنصر، انه ترتيبي الحالي هي اللي بيهمني، بعدين الاند والاور بيتخربطوا. فلينس element تو، راح اعمل بس انا string فاضي هون نشتغل عليه، راح نسميه string نوع string مبدئيا، ما في مشكلة string من نوع أو هي يساوي empty string. ويبدأ بأول واحد، أول string تساوي string زائد اللي هو element الأول element i element اللي هو، ونحن سمينا element string، فهو راح يحط هاي ويضيف وراها ويضيف وراها ويضيف وراها للاحتياطا، فقط احتياطا راح نضيف بس فراغ حتى ما يلتزقوا في بعض، منطقي. في داعي اعمل الفورمات هون وهذا؟ ما في داعي لانه الموضوع بسيط كتير، يعني ما هو معقد، فما في داعي للفورمات. هيك انا راح يطلع عندي والريزلت راح تكون هي equal string، راح يدور الحلقة يجمعهم كلهم جنب بعضهم ونشوفهم. مبدئيا راح نشغل ونشوف المشكلة اللي راح تطلع. سامحني ما عالجنا موضوع آخر وحدة، لنفرض الـ first name هو من اسام، الـ last name هي boy مثلا كذا. في عندي ايرور، ما فهمت ليش بتعب الاول. فيرست نيم، شوف في عندي غلط، اخذ اللايك، انا حاطط الموضوع غلط. فيرست نيم هو لازم يعطيني القيمة، هو حط اللايك. اند لاست نيم كمان في نفس الغلط لانه نفس الفانكشن، اند اخر وحدة صح. ففي عندي مشكلة بالسترينج في الاليمنت اللي هي هون، واللي هي هاي نسينا نحطها، اللي هي المين اوبريشن. يعني صار في عندي اس وحده تنتين ثلاثه اربعه، وفي عندي قيمه تنتين ثلاثه اربعه. نرجع لهون نشوف الايرور وين عم يطلع. قلنا اللي هو في ايرور عم يطلع هون، المرة الثانية عم يشتغل. على كل حال first هي غلط مكتوبة، على
last name and last name شكلها صح، بس في تكرار هون لآخر واحدة مرتين. لاحظين عجب ليش في تكرار عنا مرتين؟ كم element عنا؟ element ناقص واحد، هاي واحدة. وهذه بدنا ناقص واحد، ما شاء الله. هات نشوف. هو يشتغل ضيف هنا اسم first name مكتوبة غلط، أنا متأكد منها. like شكله تمام، and last name like شكلك تمام، and best year شكله تمام. إذا سكرنا تمام نرجع لهون نعمل free. بعد ما عملنا show message لازم العنصر تبعنا filter لازم يصير له free. طبعا اذا صار له فري راح يشغل ديستروي، وديستروي راح تعمل الالمنت تشيله. عفوا وين صرنا؟ وهي فيرست نيم مكتوب غلط. هلا هيك لازم يكون اشتغل، لازم يكون اشتغل، لكن بقيت شغله واحده اللي راح نعملها نتأكد من الموضوع، انه بدل الشو مسج راح نقول كويري، راح نعمل له كلوز طبعا، وبدها بعدها اوبن. شيء هون ونغير الاس كيو ال الموجوده، كويري واحد اس كيو ال. طبعا هي بالاول بدها كلير كويري واحد اس كيو ال اد، نحط القيمة الاولى او اول شيء اللي هي select نجمة from users، هي اول واحدة. الثانية هي اللي راح تضيف ال where append، ممكن نقول له هون where query sql append. طبعا ممكن تحطهم في واحدة او نص واحد ما في مشكلة، my filter اللي هو ورس ممكن تحطهم كنص واحد ما في مشكلة، لكن عزلته او اكتر، يعني الوير لحاله بسطر ولا هذا لحاله بسطر ما في مشكلة عليها. ممكن نعمل شغلة صغيرة هون بس هيك حتى نوع من الاطمئنان، ممكن نجيب ميمو هاي الميمو ونقول له بعد ما نعمل هيك شيء ما بدنا شو مسج طبعا، نقول بس نشوف يعني واحد lines. لاحظ اللاينز هي دي strings، فبحسن بعمل assign واقول هي fd query واحد sql، فراح يعطيني الكويري شغل. شوف وزعنا له first name هو سام وما حطينا الباقي، في عندي error. في عندي غلط في مكان ما، خلينا نوقف هدول ونعمل مرة تانية شو مسج او الساين بتصير، نعمل كلير ونعمل هذا ما نعمل اوبن. اظن المشكلة في الاوبن، يعني اذا جيت انا قلت له سام select نجمة from user where بزي يساوي المشكلة اللي صارت انه القيم الفاضية، نحن حطينا قيم فاضية، حطينا بالحقول ما حطينا قيم في هدول هنا، ففي حال كانت فاضية لازم نعالجها في الاد element. الاد element هون
المفروض إذا كانت الـ value، if value سميناها A value، A value إذا كانت تساوي، إذا كانت لا تساوي empty string، then إذا كانت تساوي empty string then exit، فالعنصر كله ما راح يكون موجود ولا راح يضيفه، وهذا اللي صح عمليا، هو ما راح يضيف شيء. يعني صارت بهذا الشكل، مجرد ما كانت الفاليو ولا شيء فالاد كله ما راح تصير، فالاليمنت ما راح ينضاف، فعمليا الاري راح تكون اصغر. نرجع نتاكد من الموضوع. اذا قلنا سام سلك نجم يوزر وير فيرست نيم، فيرست نيم لايك سام، تمام. اذا كتبت هون شيء لنفرض نكتب شيء مميز، نميزه ف user where. طيب اذا شلت هاي اعتقد ما في عندي مشكلة، هي الاند اللي طلعت هون، select where and، لازم دائما اول element يشيل ال main operation، وهذا الحكي لازم يكون ب هون، مجرد ما انطلبت اول شغلة لازم نعملها element صفر main operation equal empty string. طبعا هذا الحكي كانت اذا كانت الاري هي في قيم موجودة، ف يعني في اري ممكن تكون اري فاضية تماما ما فيها شيء، في الحالة هذا راح يعمل ايرور لانه ما في object، فراح يعمل ايرور. ممكن انا عم افحص هون اذا كان هو لا يساوي نل، يعني بحسن بقول انه if element صفر لا يساوي، وفي الحالة الثانية انه انا حاطه ضمن الفور، فبهالحالة هي على كل element راح يفحص، كمان ما في مشكلة، عمليا راح نحطها يساوي نيل، اذا كان اف لا يساوي نيل، فبهالحالة هي راح يبدل الالمنت وبعدين يدور عليهم كلهم يضيفهم. ممكن كمان اذا حطيتها جوا نفس النتيجة. نرجع نتأكد من هذا الموضوع عشان يحلوش. عفوا 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 عفوا، نشغل نشوف، حطينا قيمة هون add filter، تمام select where. طيب إذا حطينا قيمة هون فأول قيمة هي ال first name وبعدها يصير في عندي end، إذا شلناها هذه راح يكون هيك، إذا شلنا هاي شو راح يصير؟ في error، كل القيم فاضية. نجي نشوف المشكلة، نمشي معه، لا الري كلها مالها طول، فلذلك عم بصير هي ايرور. هي ما لازم هيك اعمل، انا لازم نقول اللينس، لازم نتاكد من اللينس element هو اكبر من صفر، هيك صح. في عندي مشكلة تانية صغيرة 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 صغيرة، نحن عملنا شغلة هون، حطينا الوير هون، هلا بقولكم ليش المشكلة هون. انا رح اشيل هاي وراح اضيفها ضمن الماي فلتر. الماي فلتر لما بطلب منه السترينج في الاخير، في اخر شيء بيرجع سترينج هون، لازم احط الوير هون if string لا تساوي empty string then result equal to where، راح احط قبل الفراغ بس احتياط يعني في حال ما حطينا هون على صفحة سترينج على سطر واحد. else result equal to string، واللي هو راح يكون في الحالة هي empty يعني
فقط هيك. اذا كان في عندي قيمة راح احط الوير. ليش راح احطها هون؟ بخاف انه اليوزر ما يحط اي شيء تاني ابدا، يعني ما يحط قيم. اليوزر اذا ما حط قيم هون فراح تبقى الوير موجودة، فراح يطلع عندي ايرور. فحطيناها في قلب الفلتر. يعني اذا ما حط شيء راح تكون في عندي select نجمة from users. اذا حط قيمة في الفيرست نيم فراح اقول له فيرست نيم وير فيرست نيم يساوي كذا. في حال حط قيمة في اللاست نيم فراح تنزل وير لاست نيم فقط. في حال حط القيمة هون واللي هي انتجر فلاحظ راح تكون بس ايكوال. حط قيمتين هون فتمام. في حال حط شيء هون فراح تنزل تمام. انت كله تمام تمام تمام. اللي راح نشتغله هلا شغل هاي ونشوف عم يشتغل. وهذا برنامجنا. اعطيني الاسماء اللي فيرست نيم فيها سام تمام. اعطيني فيها اس في واحد بس بدون فلترات. هاي هي كلها. ناخذ واحد يكون مثلا يو اي او مثلا، او اللي فيها يو. في عندي ثلاثة اللي فيها يو وفيها اي فيرست نيم ف كلهم فيهم اي ما شاء الله. في اتش بيكون التولد 2014 مثلا، او لا خلينا نقول التولد. خلينا نشيل هاي اول شيء نغير الرقم. اللي تولده بال1980 في عندي شخصين، وهي كويري موجودة وهي صارت شغالة. عمليا هذا هو البرنامج. يعني عمليا انا بعمل كرييت وبعمل له فري، وفي الوسط بضيف فلترات. هاي هي بس فقط مشان الكويري، مشان اشغل الكويري واضيفهم. ممكن تعمل سطر واحد يعني، ما في داعي لكل هذا الحكي. هاي بس مشان نعمل اسهل. نرجع للماي فلتر تبعنا. الماي فلتر هو في عندي فلتر اليمنت، هذا اول واحد، وفي عندي شيء اسمه ماي فلتر. الفلتر اليمنت مهمته يعمل الاليمنت الواحد او يعمل الجزئيه الواحده، وبمرر له من الاوبريشن والفيلد والفاليو ونوع القيمه. والماي فلتر هو اللي فيه الاري اللي راح يشيل كل القيم، راح يشيل القيم كلياتها مع بعضها ويجمعهم بإجرائية واحدة. هذا هو. ويعطيكم العافية. إن شاء الله يكون اليوم درس مفيد. اشتغلت معكم، يعني اشتغلنا سوا، ما هو كان درس نظامي. طرحنا فكرة واشتغلنا عليها. أنا مالي محضرة، برجع بقولكم أنا مالي محضرة، لذلك كان في عنا أخطاء وكان في عنا مشاكل. أعتقد حتى الأخطاء والمشاكل هذول مفيدات، يعني مفيد انه واحد يشوفهم ويمروا عليه اذا مروا صار هيك شيء. ويعطيكم العافيه. عجبكم الدرس اعملوا مشاركه للقناه او شاركونا بافكاركم. اذا في شيء افكار، في شيء قضايا تانية نشتغل عليها، في شيء اسئله، مو شرط تكون في هذا الدرس، اسئله بشكل عام ممكن نعمل منها درس او نعمل منها اي شيء يكون مفيد. ويعطيكم العافيه.